فكان من أجل التقدم بأول الأهداف. يا ستار بدأوا المهمة. جوناثان فييرا الأسباني بخبرة السنوات يضعها في مرمى طلال خميس ويتقدم النسور بأول الأهداف. فرحة دانييلي سايلا، بدايات موفقة يا نسور. هكذا هي الأمور تبدأ. نعم للزائرين عن طريق جوناثان فييرا اللاعب الأسباني، حطها حارس المرمى، ذهب في نفس الاتجاه، لامس الكرة لكنها كملت الطريق. نعم أكملت الطريق واستقر. وشوف ردة فعل طلال خميس وكأنه يقول كانت قريبة من أجل نلعب في الوقت المحتسب بدل الضائع. وعندنا خطأ محمد رضا اللاعب الإيراني بهكذا نظرات، اللاعب الذي غاب عن الشوط الأول، هل يظهر في اللحظة الأخيرة؟ محمد يا ستار، محمد رضا والعروبة من أجل السعادة، من أجل الفرحة، من أجل ليلة الانتصار الأول، يبحثون عن هذا السيناريو. محمد رضا الذي غاب عن الشوط الأول بأكمله يظهر في اللحظة القاتلة. أوبا، في زاوية مستحيلة أطلقها من أجل أن تستقر، أطلقها من أجل أن لا تعود، أطلقها من أجل أن تمزق الشباك، لامست حائط الصد وهب غيرت شيء من الاتجاه، لكنها كانت صعبة من الأساس وذهبت. ومحمد رضا يفرح المحبين ويفرح القمصان الخضراء والعروبة يعود. المهمة صعبة، لا زالت المباراة تحت الضغوطات. هنا فور فكان يبحث عن الأمل، عن الثنائية. هدف في الوقت القاتل للنسور في الوقت القاتل، في اللحظات التي كان الجميع لربما يترقب تعادل، لكن النسور ترفض إلا أن تحلق، إلا أن تحلق. ثنائية خور فكان من الضربة الركنية حضرت، ولاحظ الكرة العرضية التي وصلت، وبعد ذلك راحت، مشت، اكتملت، وصلت إلى المرمى، ما في أحد لمسها. يبدو لي أن هي اللي أخذت الطريق وواصلت الطريق. وبالتالي نظرات حارس المرمى طلال خميس يشاهدها، يناظرها. كانت لمسة سعيد أحمد باتجاه اللاعب البديل. بالمناسبة ماتوس أوليفيرا.